صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلديوكن مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. قويه بيكم وليكم، وان شاء الله باذن الله مكملين على طول، ويديني ويديكم طول العمر باذن الله. النهارده حلقتنا حلقه المستعجلين، حلقه الست اللي بتشتغل وبتبقى جايه حتى لو بلبسها وعايزه تعمل اكل بسرعه بسرعه، علشان مثلا جوزها جاي خلاص من الشغل، كلمها وقال لها انا في الطريق جايه على طول وعايزه تعمل اكل، ولادها والمدارس طبعا داخلين على مدارس كل سنه طيبين، بتبقى عايز تعمل اي حاجه بسرعه بسرعه بسرعه، بس في نفس الوقت يبقى اكله كويسه. ويا سلام بقى لو حماتها هي اللي كلمتها او اخت جوزها او اي حد من اخواتها وقالوا لها احنا جايين لك دلوقتي، بتبقى جايه بتبقى شغاله بايديها واسنانها. يعني ايه بايديها واسنانها؟ يعني شغاله على طول، حتى من قبل ما بتقلع هدومها تطلع تدخل من باب الشقه، تدخل على جوه يا دوب ترمي شنطتها، هوب فتحت الثلاجه دخلت المطبخ، هوب 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 هوب. لازم تبقى عامله غدا، وغدا يملا العين، يعني غدا يتحلف بيه، مش ان هي تعمل حاجه بسيطه او حبه مكرونه وتقلي بانيه والكلام ده كله، لا، عايزه تعمل اكله تمام وزي الفل. النهارده في حلقتنا هنشوف ايه هو اكل المستعجلين او طبخه المستعجلين بصنفين حلوين قوي، او هما هيعتبروا ثلاث اصناف، وتعمليهم في ساعه او اقل من ساعه كمان. هنشوف ايه هما عباره عن ايه بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلديك. ورجعنا من الفاصل، هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ هنشوف ايه هو اكل المستعجلين او اكل الناس اللي عايز تعمل اكل بسرعه، بس في نفس الوقت مش حاجه اللي هي اعمل مكرونه وبانيه زي ما قلت لكم، اعمل مثلا شكشوكه ولا اعمل معرفش ايه، لا، انا عايزه مثلا دلوقتي حماتي جايه في الطريق وعايزه اعمل لها اكله تشرفني قدامها وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت معايا. هنعمل النهارده ايه؟ هنعمل صينيه فراخ وصينيه بطاطس. ايه يعني صينيه فراخ وصينيه بطاطس؟ هم كده كده اصلا ما بياخدوش وقت، لا، بس النهارده لما نعملهم بالطريقه اللي انا هعملها دي وبالشكل اللي انت هتشوفيه في اخر حلقتنا، طبعا مش عامله منهم ولا نسخه ولا حاجه، فالشكل اللي انت هتشوفيه النهارده ده انت ما شفتوش قبل كده، والتطعيمه كمان بتاعت النهارده انت ما عملتهاش قبل كده. فيلا بينا، صباح الفل يا جيمي، صباح الفل يا شباب، يومكم حلو زيكم ان شاء الله. هنعمل ايه دلوقتي؟ هتنزل مقادير معانا على الشاشه، ومعايا حله بتسخن قوي على النار عشان هحط فيها المكونات بتاعتي تتكرمل وتدبل، وبعد كده هقسمها اتنين، نص للبطاطس ونص للفراخ. مقاديرنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ صينية فراخ سريعة، معايا فراخ متقطعة ممكن 8 ممكن 4 على حسب حجم الفراخ اللي انت عايزاها او الكمية اللي انت عايزاها تعمليها. بصل مفروم خشن، طبعا الكمية انا عاملاها كبيرة علشان كمية الفراخ عندي كبيرة. عندي كمان فلفل حامي شرايح ممكن تستغني عنه لو ما بتحبيش السبايسي. معايا فلفل رومي مكعبات وفلفل الوان، دبس رمان، مكعب مرقه، وسكر وسمنه. دي المكونات بتاعتنا. التوابل بقى بتاعتنا بتقول ايه؟ ان انا معايا بهارات فراخ، حبهان بودر، لورا بودر، بابريكا، كمون، وملح، وفلفل اسود. بهارات اللي هي بتاعت امهاتنا وموجوده عندنا في كل بيت. طيب في حاجه كمان المفروض ان احنا لما بنطلع الفراخ بنبدا ان احنا ندهنها بيها ونرجعها الفرن تاني عشان تدينا اللون الحلو اللي احنا عايزينه. دي بتبقى عباره عن ايه؟ عن معلقتين كاتشب عليهم مثلا، معلقه باربيكيو، معلقه هوت صوص كده، ايا كان الموجود عندك. مفيش يبقى معلقتين صلصه عليهم معلقه خل، مش عايزه اكتر من كده. طيب عندي ايه دلوقتي على النار؟ عندي حله بتسخن قوي، وهبدا ان انا ادبل فيها البصل والفلفل ده كله مع التوابل دي كلها، وبعد كده هشوف هعمل ايه في الفراخ. طيب انا دلوقتي هحط السمن كده، يبدا يتقدح معايا، وعلى ما يتقدح هبدا ادبل الفلفل البصل. في فرق بين ان انا ادبله وان انا اتبله. يعني ايه ادبله؟ اخليه يدبل معايا علشان ما ياخدش وقت في التسويه بالشكل ده كده. بصوا البصل متقطع خشن عامل ازاي. ادبله بايه بقى؟ ادبله بشويه ملح، حبه حلوين كده، حبه فلفل اسود معايا كمان. طبعا عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بارقامنا اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارجي على 0900 900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي بتسعدني دايما ان شاء الله. بصوا كده انا عملت ايه؟ حطيت التوابل بتاعتنا كلها على البصل، وهبدا ان انا ادبله كده، يعني ادعكه علشان اطلع الميه اللي فيه، وفي نفس الوقت يتبل معايا حلو قوي. بصوا بقى
على ما ادبله عندي ايه؟ عندي السمن اللي على النار، هنزل فيه السكر بالشكل ده كده. هسيبه يتحمر في السمنه وهو هيدوب، وزي ما تقولوا كده هيديني لون بني خفيف. ارجع ادبل البصل تاني. بصوا انا بدعكوا ازاي علشان اطلع السوائل اللي فيه. طبعا انت مش تاخدي اصلا وقت في تقطيع البصل ده، في البيت يا دوب كله هيتحط في الكبه وخلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك. دبلت ده كله اهو كده بالشكل ده. فضي حوالينا، نرجع نبص على السكر اللي احنا حاطينه مع السمنة علشان يدوب وعلشان يكرمل شوية. التسكيلة بتاعته ديت مع دبس الرمان اللي احنا هنحطه هيخلي التطعيمة حلوة قوي. مجرد ما بدأ ان هو يدوب كده انزل بدبس الرمان. واقلب شويه كده واروح منزله ايه؟ منزله كميه البصل اللي انا تبلتها بالتوابل بتاعتها ودعكتهم حبه حلوين مع بعض. واحنا بنصبح على ام محمود ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا رب. صباح العسل، ازاي حضرتك عامله ايه؟ ربنا يخليك. انا اتصلت بيكي قبل كده. وان شاء الله تكلميني على طول، منوراني. ان شاء الله يا رب، وكل سنه وانت طيبه ومع انها متاخره يعني. ولا يهمك، وانت طيبه وعندك الخير كله يا رب. تسلمي لي. بالله عليك محتاجه منك طلب. عيوني الاثنين 10 طلبات لو اقدر عليهم، اموريني. ربنا يخليك يا رب. محتاجه انك عزاكي يعني تكلميني حضرتك. عينيا الاثنين، سيبي الرقم مع رغده وعيوني الاثنين ليكي. عيوني، نورتيني يا حبيبتي باتصالك. بصوا كده، نزلت بالبصل مع دبس الرمان مع السمنه مع السكر، شايفين بالشكل ده كده. يتشوح كويس حبه حلوين، واروح نازله بالفلفل الالوان. انا عايزه كله يدبل مع بعض، كله يدبل مع بعضه وكله يشم النار مع بعضه علشان كله يبقى تسويه واحده. شايفين الخلطه دي كلها؟ انا هاخد منها للفراخ وهاخد منها لصينيه البطاطس. الفلفل الحامي ده انا مش هاخده كتير كله، انا هاخد حبه بس منه كده، وهبدا اشوح ده كله كده مع بعضه لحد ما يدبلوا معايا. ونصبح على مين يا رغده؟ ونصبح على مدام سهير ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل عليك. ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا بخير طول ما انت بخير. انا بخير طول ما انت بخير يا حبيبتي. تسلمي. وحشاني قوي 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 حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب. والله العظيم انا بشوفك كل يوم ونفسي اكلمك. انا اول مره اتصل على الهوا على فكره. وان شاء الله مش اخر مره، وتنوريني على طول. الله يخليكي حبيبتي. الله يسعد قلبك قوي 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 والله. الله يسعد قلبك يا رب من كل شر. تسلمي. أموريني. ربنا يخليك وتفرحك فرح كده يا رب. يا رب يا رب. اللهم امين في حياتك يا حبيبتي. تسلمي. يا رب. ليها طلب عند حضرتك بقى؟ أموريني 10 طلبات. أموري سامعاكي. الو. بصي بعد اذنك انا جايبه زيتون من مطروح. تمام، عندك الخير كله يا رب. جايبه زيتون من مطروح. تمام، عندك الخير كله. ولما جه برميت له ميه، لما برميت حطيته برطمان وفيه ملح، فعامل ريم خالص على وش ابيض. شيء طبيعي ان هو يعمل ريم. حاضر هقول لحضرتك حالا. عينيا الاثنين. تعالى يا احمد نطلع فاصل. في الفاصل هعمل ايه؟ هسيب الفلفل مع البصل مع كل المكونات دي كلها تدبل معايا، وهعمل ايه في الفاصل؟ همسك الفراخ بتاعتنا يا دوب ادبلها كده، مش هدبلها بقى، اتبلها رشه ملح ورشه فلفل اسود من الجنبين، ونرجع نشوف البطاطس هنعملها ازاي، ويكون ده دبل ونشوف احلى واسرع صينيه فراخ مع صينيه البطاطس في الكون. يلا بينا نطلع فاصل، ونرجع من الفاصل نكمل حلقتنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلد يوكل. ورجعنا من الفاصل. شايفين الخضار كله بقى عامل ازاي؟ بصوا المنظر.
بسم الله ما شاء الله. حطيت عليه كمان مكعبين مرقه، ولو مش عايزاها ما تحطهاش. هعمل كده واروح جايه من هنا كده عند السوائل اللي هو نزلها. بسم الله الرحمن الرحيم. تجنن تجنن بجد والله العظيم، التتبيله تحفه، مع ان التوابل اللي فيها مش اللي هي احنا عاملين تغييرات، لا ده ملح وفلفل وكمون وحبه بهارات فراخ على حبه دبس رمان. طعمه في منتهى الجمال. طيب عملنا كده، وهاجي هنا بقى وتبلت الفراخ بتاعتنا بملح وفلفل اسود، والبطاطس عندي مكعبات زي ما انتم شايفين كده متحمره نص تحميره. هاجي هنا في صينيه سخنه وراح عامله كده معلقتين برضو كبار من السكر. ليه يا نونا عملت كده؟ هقول لكم حالا. عايزاهم يتكرملوا معايا علشان هحط عليهم جزء من التتبيله دي علشان اعمل البطاطس. هسيبهم كده يتكرملوا، وتعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعمل صينيه البطاطس بتاعتنا ازاي. بسم الله، عندي صينيه كبيره بالشكل ده كده، وعاملاها كبيره علشان تاخد مني الكميه كلها. طيب وهروح لابسه الجلافز بتاعنا الحلو كده، لا مش دلوقتي كده اهو. طبعا في البيت ما بنشتغلش بجلافزات، مفيش انضف وأأمن من إيدينا على معدتنا. هروح جاية هنا التتبيلة الحلوة بتاعتنا دي، هروح واخداها كده وأبدأ إن أنا أمسك الفراخ الحلوة دي بتاعتنا بالشكل ده كده، وأروح جايبة سكينة وابدأ ان انا افتح الفراخ. ليه بعمل كده؟ علشان ما تاخدش معايا سوا، وفي نفس الوقت تبقى متطعمة من كل حتة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ الناحية التانية السكر بتاعنا بيتكرمل. ليه بيتكرمل؟ علشان هننزل عليه بجزء من التتبيلة اللي احنا عاملينها دي، وبعد كده هنزل بيها مع بعضها بالبطاطس كده. فتحت الفراخ كلها وهبدأ اخد من الخلطة اللي احنا عاملينها دي. شايفين المنظر؟ ابدا ان انا امسك كده كده. شايفين المنظر؟ بصوا انا بشرب وبحط تحت الجلد من التتبيله، بدخل تحت الجلد من التتبيله اللي احنا عاملينها. شايفين؟ السكر معايا بيتكرمل ماشي تمام وزي الفل. بص انا باخدها بالصوص بتاعها بكله، بكل العصارة اللي نزلت منها بكله اهو. شايفين؟ تحت الجلد كده الطعم من كل حاجة ومن كل ناحية بالشكل ده. عايزة اقول لكم ان التتبيلة ريحتها تحفة، طعمها فعلا هايل. عشاق السبايسي هيحبوها قوي، والناس اللي ما بتحبش السبايسي ما تحطش فلفل حامي. بصوا هتلاحظوا ان انا بغرق الفراخ نفسها بالصوص اللي بينزل، او بالعصارة اللي نازلة اصلا من الصوص. بالشكل ده كده سخنة طبعا قوي. بالشكل ده
ادي صينيه الفراخ بتاعتنا اهي، والسكر الناحيه التانيه بتكرمل حلو قوي معانا. حته فراخ هتاكليها وهتدعيلي بالشكل ده. كده كده صينيه الفراخ بتاعتنا خلصت. خلصت. طب كده فاضل ايه؟ فاضل بقى ان احنا نقفلها فويل ونحطها في الفرن. هي متبله تتبيله حلوه قوي ومتطعمه تطعيمه في منتهى الجمال. عندك وقت حطيها على النار نص ساعه وبعد كده ارفعي في الفرن. ما عندكيش وقت حطي في الفرن على طول على ما هي ما تستوي هي وصينيه البطاطس. طبعا البطاطس اصلا متحمره نص تحميره فمش هتاخد معاكي وقت خالص في التسويه، بس على ما يستووا في الفرن ويتشربوا من بعض تكوني عملتي حبه رز بشعريه على البوتاجاز من بره وخلاص على كده. يبقى انت عامله صينيه فراخ ما شاء الله اللهم بارك على شكلها، ومعاها صينيه بطاطس هتطلع في منتهى الجمال. بصوا بقى معايا، سكر كارمل. بصوا بقى، بسم الله. شايفين المنظر عامل ازاي؟ مفيش تلتوفه نسيبها. نصبح على اسراء ونقول لها صباح الهنا يا اسراء. صباح الفل يا شيخ. صباح الجمال على عيونك. عامله ايه يا ست البنات؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي طول ما انت بخير الله يسعد قلبك. يا شيخ كل ما اعمل الكيكه بتهبط مني. عيوني الاثنين هقول لك حالا بتهبط منك. قولي لي بتسويها على درجه حراره كام؟ زي ما انت بتقولي 35 دقيقه 30 دقيقه. لا على درجه حراره كام؟ 180 ولا كام؟ لا الفرن بتاعنا عادي. الفرن عالي؟ ممكن طلب كمان؟ اموريني هقول لك هبوط الكيك بس قولي لي الطلب التاني. ممكن بالله عليك وغلاوه الست الوالده تكلميني؟ عينيا الاثنين. سيبي رقمك مع رغده. عيوني. عيوني الاثنين. احنا عايزين الفوطه كده عشان نمسك الصينيه. بصوا كده. بطاطس متحمره نص تحمير. البصل وكل ده يعتبر ان هو مستوي معانا، فكل ده مجرد ما يشرب من بعضه خلاص صينيه البطاطس تعتبر استوت. ونصبح على استاذ جرجس ونقول له صباح الهنا. صباح الخير. عايز منك الفراخ المسويه، عندي طلبين. عينيا الاثنين. عايز منك الفراخ المسويه. عينيا. وعايز بس عندي سؤال، هي قناه اكل مش قناه ستيس؟ احنا بقى الناس عايزين نشوف. قناه اكل مش قناه ايه؟ قناة أكل مش قناة إيه؟ قناة إيه يا أحمد؟ اللي جاب القلعة جنب البحر. بس عينيا الاتنين هقول لك طريقة الفراخ المشوية. حاضر. عيوني الاتنين. بس السؤال التاني ملوش علاقة باللي إحنا بنعمله، بس تمام. نورتني يا أستاذ جرجس. هو ده اللي يتقال عليه فعلا، اللي جاب القلعه جنب البحر. بصوا كده صينيه البطاطس. حضري يا رغده احلى فراخ مشويه الاستاذ جرجس. شايفين البطاطس عامله ازاي؟ بتشرب بقى من كل الصوص اللي نازل، وطبعا هي متحمره فمش هتحس ان هي بطاطس مطبوخه. هي مش بطاطس مطبوخه اللي هي ان انت مقطعاها شرايح مثلا او مقطعاها مكعبات وتبداي تحطي عليها الصلصه والكلام ده كله والتوابل فتحس ان هي مطبوخه. لا هي مش مطبوخه، هي يعني يا دوب هتبقى ان هي تتشمع في الفرن. انا مش عايزاها ان هي تبقى عامله زي الطبيخ. حته النص تحميره اللي احنا عاملينها للبطاطس هتديها قوام حلو جدا متماسك، وفي نفس الوقت تطعيمه مختلفه تماما مع اللي احنا حاطينه معاها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انت عارفه يا رضوى يا رغده كنا ممكن ان احنا نعمل الرز كمان، عندنا وقت والله. يلا. بصوا كده عملنا ايه؟ عملنا صينيه البطاطس وحطيناها في الفرن، وهي اصلا ممكن ما تحطهاش في الفرن كمان، يا دوب ان هي تتشرب من كل التوابل والصوصات اللي معاها والمكونات وتقدميها على طول. صينيه الفراخ معانا اهي، هنسيبها لاخر الحلقه علشان تستوي معانا، وبعد كده بنسيبها نص ساعه
وبعد كده بعمل ايه؟ بروح شايله الفويل من عليها، وبعد ما اشيل الفويل من عليها اروح جايبه ايه؟ جايبه حبه الكاتشب بقى او صلصه الطماطم مع حبه الخل، واروح عامله عليهم ايه؟ دهنه وش الفراخ، واسيبهم تحت الشوايه، بس تكون ان هي استوت، علشان ابقى متاكده ان هي هتبقى تمام وزي الفل. بص هنا يا احمد عندي ايه؟ الصينيه كبيره عن الفرن شويه، فمخليه الفرن مفتوح. اعمل ايه علشان ابقى محتفظه بالحراره كويس قوي جوه الفرن وما تبقاش ان هي اكنه مش شغال؟ بجيب واحده فويل كده او ورقه فويل بالشكل ده كده، وبروح قافله بالشكل ده، واحنا بنعمل الحركه دي كده هنبقى كده قافلين الحراره اللي جوه الفرن ومخليين الحراره مكتومه جوه اكن الباب مقفول بالظبط. ونصبح على شيماء ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا شيفون. صباح الجمال على عيونك يا ست الناس، عامله ايه؟ انا الحمد لله بخير، تسلمين. والنبي يا شيفون انا عارفه ان انت بتكبري بخاطرنا دايما. عيوني الاثنين. طلبنا العرض بتاع ريزوريكشن بتاع عيد ميلادك. اتصلت. طب هي كانت عايزه ايه يا رضوى؟ عايزه العرض من تاني. طيب يعني طلبت، ماشي. طيب هرد عليكي في السيجمنت الجاي ان شاء الله باذن الله يا شيماء. طيب احنا كده عايزين ايه؟ عايزين الفراخ المشويه رغده، الفراخ المشويه، يلا بينا. طيب تعالوا بقى، هي كده طبعا انا قلت لكم، الاكل اللي بتاعنا النهارده مش هيكمل اصلا الساعه. الحاجه متقطعه، انت لو ما عندكيش طبعا احنا عندنا مطبخ تحضيري، ربنا يبارك في عمرهم يا رب، هم اللي مقطعين الحاجه. طب لو انت في البيت هتعملي ايه؟ كل ده في الكبه، اضربي البصل في الكبه واضربي الفلفل في الكبه واضربي حاجتك كلها في الكبه، مش هياخد منك 5 دقائق، يا دوب قشرتي قطعتي حطيتي في الكبه خلاص 5 دقائق كان كله متقطع قدامك. الفراخ طبعا انت لو عارفه انت هتعملي فراخ من قبلها او هتطلعي تفككيها. طيب نونا جيت من بره وجالي تليفون وفعلا انا عايزه اعمل اكله المستعجلين دي، بس الفراخ عندي متجمده، اسرعها ازاي؟ احطها في الميكرويف؟ لا. احطها في ميه سخنه؟ لا. امال اعمل ايه؟ تحطيها في ميه بملح، املي طبق كبير في ميه عاديه من الحنفيه وحطي فيه نص كوبايه ملح، دوبيه وحطي فيه الفراخ، والكلام ده على لحمه او فراخ. الملح مع الميه بيدوب على طول التلج، فتبدأ ان انت هتفككيها على طول، لكن لو حطيتيها في الميكرويف هتلاقيها ان هي بتبقى داخله على السوا، لو حطيتيها في ميه سخنه هتلاقيها ان هي اصفرت والجلد بتاعها لم والانسجه بتاعتها لمت، ولو انت مثلا عايز تغسليها يبقى هي لمت على الزفاره بتاعتها من جوه، فما ينفعش ان احنا نغسلها بميه سخنه او نفككها على طول بميه سخنه، لا، ميه ساقعه من الحنفيه عاديه وعليها شويه ملح، هتلاقيهم فكوا معاكي على طول وزي الفل. ارجع بعد كده اشطفها شطفه حلوه، عصره ليمون احطها في مصفى، وارجع اروح ضاربه كل مكوناتنا في الكبه، وهي على ما تتضرب حله بتسخن على النار فيها حبه السمن، كرملت حبه السكر، نزلت بالمكونات عليها، خلاص الموضوع انتهى، ورحت مقطعه البطاطسايتين ثلاثه مدياهم نص تحميره على ما تحمروا، كانت التتبيله بتاعتنا دبلت على النار، تبداي تعملي ده وده الاثنين في الفرن، على ما يستووا تكون انت علقتي على حبه الرز بشعريه مع حبه طماطم كده اربعه، تقطعيهم 4 ارباع وتتبليهم تتبيله حلوه كده من عندك، بقى عندك فراخ وبطاطس ورز ومخلل. ما كملتيش ساعه، احنا على الهوا اهو ما كملناش ساعه، كنا عاملين الصينيتين وحاطينهم في الفرن بسم الله ما شاء الله زي الفل. صينيه البطاطس ديت ينفع ان هي للغدا بس، وانفع واعمل جنبها رز وفراخ والكلام ده كله، انت ممكن اصلا تعمليها من غير اي حاجه اخر الشهر واعمليها قرديحي على مكعبين المرقه اللي احنا عملناهم مع التتبيله بتاعت البصل ديت، مكرمله السكر، لو ما عندكيش دبس رمان ما عنديش اي مشكله، دبليهم مع بعض، انزلي عليهم بالبطاطس المحمره جنب حبه رز ابيض او حبه رز بشعريه، بقى عندك غدا، مش شرط ان يكون في لحمه او فراخ. ونصبح على ام محمد ونقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا شيخ. صباح الهنا والجمال على عيون حضرتك، عامله ايه؟ يا رب يخليك، الحمد لله. انا كلمت حضرتك قبل كده وبحب اشكرك على القرص الطريه. حبيبتي على راسي، تسلم ايديكي على كل حاجه بتعمليها. تسلم راسك والله، وتسلم عينيكي، وربنا يختم ما بين ايديك. سلم عمرك يا رب. ممكن بقى معلش كام سؤال كده؟ 10 اسئله مش 2 بس، مرين. اولا انا اشتريت البسطرمه جبتها. تمام. فمجرد ما اكلنا منها مره والثانيه فايه؟ حطيتها في الثلاجه. لقيتها نشفت. تمام. اعملها ازاي؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه بالنسبه للسمنه، لما احب استعملها مثلا للقرص او للكيك او لاي حاجه، ان انا اسيحها ولا اقطع كده من الباكيت على طول كده بالمعلقه؟ السمنه ولا يعني الزبده؟
السمنه اللي هي مثلا اي نوع يعني كده العلب ولا القوالب؟ القوالب تمام. القالب السمنه اللي هي تمام. اللي القالب. وبالنسبه للبطاطس اللي حضرتك عملتيها دي دلوقتي انت سلقاها ولا محمراها؟ متقطعه مكعبات ومتحمره نص تحميره. اه يعني متحمره مش مسلوقه يعني؟ لا لا متحمره نص تحميره. بالنسبه للطريقه دي تنفع في الدبابيس او في الوراك ولا لازم اي حاجه؟ مش شرط يعني الفرخه كمان ان شاء الله حتى تتعمل في الاجنحه مش هتقول لك لا. اه تمشي مع الاجنحه مع يعني. كل حاجه مع كل حاجه. طب بالله عليكي جاوبيني بقى دلوقتي بعد ما اقفل على البسطرمه والسمنه اشوف اعمل فيها ايه. عينيا الاثنين حاضر عينيا. بصي يا ام محمد عندك الخير كله يا رب. بالنسبه للسمنه اللي هي القوالب دي لما بتيجي تعملي بيها كيك تعملي بيها قرص تعملي بيها ايا كان اللي هتعمليه في بيبقى على حسب الوصفه. احنا بنبقى قايلين مثلا في الوصفه ان السمنه او الزبده بدرجه حراره المطبخ يعني بتسيبيها على الرخامه بره بتفك براحتها وتبداي تاخدي منها المعيار اللي احنا عاملينه. وفي اصناف ثانيه احنا بنبقى كاتبين في المقدار ان احنا عايزين ان هي تبقى مقدوحه او ان هي تبقى سايحه او ان هي تبقى متلجه فبيبقى حسب المقدار اللي احنا قايلينه لان بيختلف من وصفه لوصفه بيختلف من وصفه لوصفه. يعني انت لو هتيجي مثلا تعملي غريبه لو بتعملي غريبه وهتستخدمي فيها السمنه اللي هي البيضه القوالب برضه او العلب او ايا كان لازم الغريبه السمنه تبقى طالعه من الثلاجه ساقعه تبقى ساقعه فدي احنا محددين في الوصفه ان هي لازم تكون ساقعه. في وصفات ثانيه بيبقى كاتبين مثلا السمنه او الزبده بدرجه حراره المطبخ. يعني ايه بدرجه حراره المطبخ؟ يعني ما تبقاش حطاها مسيحاها في الميكروويف او على النار، لا بتسيبيها مثلا قبلها بساعتين ثلاثه على الرخامه بتاعه المطبخ تسيح براحتها فبتاخديها بدرجه الحراره اللي هي موجوده فيها. في حاجات ثانيه نقول لك ان هي مجمده مش ساقعه، لا في حاجات ثانيه وصفات ثانيه بتبقى مجمده، فبيبقى كل حاجه على حسب وصفتها يا ست الكل. طيب بالنسبه للبسطرمه اللي كانت عند حضرتك ونشفت شيء طبيعي ان احنا لما بنجيب سواء لانشون او بسطرمه او الكلام ده كله لو احنا جايبينها من السوبر ماركت متقطعه شيء طبيعي ان مجرد ما تفتحي الكيس بتاعها وتبداي تاخدي منها وست الكيس مفتوح فبتبدا ان هي تنشف. طيب احفظ حاجه زي كده ازاي؟ علبه بلاستيك علبه بلاستيك خلاص خدتي الحاجه اللي انت عايزاها خدتي الباقي حطيتيه في كيس ثلاجه ولفتيه وجوه علبه بلاستيك ويتقفل او طبق صغنن كده ولفيه ستريتش جوه البلاستيك. طيب هي نشفت عندك تعملي فيها ايه؟ هتشتغلي بيها في الاكل عادي. يعني اشتغل بيها في الاكل عادي اعملي بيها بيض بالبسطرمه دخليها في بيتزايه ما فيهاش اي مشكله حطي عليها كام بيضايه كده اهوت وطريها معاهم مع شويه فلفل وشويه طماطم واعمليها قرص بيض اومليت شغليها في اي حاجه هتشتغل معاكي عادي. لكن لما تيجي تاكليها لوحدها كده شيء طبيعي ان انت هتلاقيها ناشفه لكن مجرد ما شمت النار خلاص تريت ورجعت زي الاول زي الفل. طيب نصبح على استاذه رحمه ونقول لها صباح الهنا. عامله ايه يا طنط نونا؟ انا الحمد لله يا حبيبتي انت اخبارك ايه؟ فصلت حاولي تكلميني تاني يا رحمه. الفراخ المشويه جاهزه يا رغده؟ سامعاني؟ الفراخ يلا بينا. هننزل حالا الفراخ المشويه اللي طلبها مننا استاذ جرجس. والفراخ المشويه دي ممكن برضو تمشي على كل حاجه التتبيله بتاعتها تمشي على وراك تمشي على صدور تمشي على فرخه كامله زي ما حضرتك عايزه. الفراخ المشويه عندنا فرخه او فرختين او حتى لو انت مقطعاها اربعه او ثمانيه نفس النظام على حسب ما انت عايزه. معايا ايه؟ ثوم مفروم دبس رمان وعسل اسود والكميات تبقى متساويه يعني لو نص كوبايه عسل اسود عليها نص كوبايه دبس رمان. طيب الكميه دي بحددها على اساس ايه؟ على اساس كميه الفراخ اللي انا عاملاها. عندي ايه؟ خل زيت كزبره ناشفه حبهان بودر لورا بودر بهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل اسود ناقص الخلنجان. التوابل اللي احنا حاطينها دي كلها بنخلطها مع بعض مع العسل الاسود ومع الدبس الرمان وبحط معلقه كبيره خلنجان بودر. خلنجان البودر ده يا جماعه للناس اللي ما تعرفوش حاجه كده بتبقى قاسية شويه عامله زي رجل الاسد طويله كده زي العود بتاع الشجر بس قاسي تمام. طيب ينفع ان احنا نجيبه سليم كده من عند العطار؟ لا ما ينفعش هنجيبه بودر علشان لو جبناه سليم من عند العطار وجينا نطحنه عندنا لا قدر الله ممكن يكسر لنا الكبه بتاعتنا فلازم ان احنا نجيبه بودر ومطحون. بنجيبه بنحط منه معلقه كبيره على تتبيله الفراخ. طيب الخلنجان دوت ينفع للحمه؟ اه. ينفع للسمك؟ لا. ليه؟ لحمه وفراخ بياخدوا وقت في التسويه فبنبقى عايزين عامل مساعد ان هو يبدا يفتت الانسجه يبدا ان هو يسويها اسرع يبدا ان هو يديها تطعيمه ويسرع التسويه والتتبيل بتاعها. لكن السمك مش محتاج خلنجان. ليه؟ لان هو مجرد ما بيشم النار اكنه استوى.
ما بياخدش وقت في التسويه خالص، لكن ايه اللي بياخد وقت في التسويه؟ فراخ هتتشوي عايزه تخلصي بسرعه ومن هي ما تاخدش معاكي وقت، لحمه بتشويها ساعه العيد او عندك عزومه برده مش عايزاها ان هي تاخد وقت، فساعتها بنحط الخلنجان. الخلنجان بيعمل ايه؟ لو انت بتحتاجي في التتبيله العاديه بدون خلنجان الفراخ تقعد في التتبيله ليله كامله علشان الانسجه بتاعتها تطرى وتبدا تستوي بسرعه، فالخلنجان كفيل ان هو تحطيه على المكونات بتاعتك او على الوصفه بتاعتك من ربع ساعه لنص ساعه خلاص الموضوع انتهى، ما عندوش مانع ابدا ان هو يسويها لك في ساعتها. طيب بعد ما بتحطي الخلنجان وبتسيبيه في التتبيله ربع ساعه او نص ساعه سواء لحمه او فراخ، محتاجه منك يا اما على الفرن او على الشوايه تلت ساعه كمان، من ربع ساعه لتلت ساعه، تاخديها دايبه والتطعيمه بتاعتها في منتهى الجمال. فشيء طبيعي او شيء مهم جدا ان احنا لازم نحط الخلنجان في تتبيله الفراخ او اللحمه. ومعانا حنان ونقول لها صباح الهنا. الو الو صباح الفل. ماشي انا بخير طول ما انت بخير يا حبيبتي، تسلمين. انا بحب حضرتك جدا حبيبتي، الله يسعد قلبك يا رب، تسلمي. ممكن تعمل نجريسكو؟ النجريسكو عينيا الاثنين، حاضر هنرد عليه حالا. عيوني الاثنين. طيب نصبح على مدام ميرفت ونرجع نتكلم عن النجريسكو. صباح الفل يا مدام ميرفت. صباح النور يا حبيبتي، صباح الجمال على عينك يا ست الكل حبيبتي، ربنا يبارك لك يا رب ويديك الصحه يا رب، واجعل يا رب ايامي كلها حلوه ويا رب تبصلنا كده يا رب، احنا وانت وجميع ما خلق يا رب، اللهم امين. عايزه اسال بس حضرتك سؤال، ويا ريت انا هقدر التليفون حضرتك ترد عليا. امورين امورين. دلوقتي انا بعمل البيتزا حشواتها من فوق تمام، بس انا مش بحبها كده، انا بحب حشواتها جوه عامله زي الفطير المشلتت. تمام. فازاي افردها يعني العجينه فيها فرق بين دي وبين دي، وافردها على دقيق ولا زيت ولا ايه بالظبط؟ عيوني الاثنين. عيوني نورتيني. طيب بتعملي عجينه البيتزا حلو جدا، بس الموضوع عند حضرتك المشكله في الحشوات، مش عايزه الحشوه فوق الوش، عايزاها من جوه، ما عندناش اي مشكله. بتعملي عجينتك العاديه خالص، وبتبداي حضرتك تجيبي ورقه زبده وترشي عليها رشه دقيق، بتحطي تقسيمي العجينه اتنين او على حسب الكميه اللي حضرتك عايزاها، بتفرديها على ورقه الزبده بالنشابه عادي. خلاص انت خدتي من ورقه الزبده المقاس بتاع الصينيه اللي هتسوي فيه، المقاس بتاع الصينيه او الصاج اللي هتسوي فيه، علشان حضرتك هتشيلي ورقه الزبده بحالها هتحطيها على الصاج او على الصينيه. فردناها وتمام وزي الفل، عملت الحشوه اللي حضرتك عايزاها، وفي ناحيه ثانيه فردين نفس المقاس، فردين عجينه ثانيه نفس المقاس، بتبداي حضرتك تشيلي دي على ايديكي عادي او بتمسكيها على النشابه. النشابه بتاعتنا اهي، وادي العجينه مفروده قدامنا. هاجي من هنا كده واروح برمه شايله طرف العجينه على النشابه واروح لفه، فهتلاقي العجينه اتلفت معاكي، هتروحي شايلاها كده بالراحه وتروحي حطاها على العجينه الثانيه وفرد. لو حضرتك مش عايزه تشيليها بايديكي، هترجعي بعد كده عينيا الاثنين حاضر، هترجعي بعد كده على الاطراف، تبداي تقفلي الاطراف جنب بعضها كده اهوت، ويا سلام بقى لو بلت ايديكي بس كده بميه، وتروحي ماشيه على طرف العجينه اللي في الارض، وبعد كده تحطي عليها العجينه وتبداي بايديكي تقفلي الاثنين مع بعض، ودهني الوش بتاعها كاتشب بسيط جدا او صلصه بيتزا بسيطه قوي ورشه جبن، ما تحطيش اي حاجه ثانيه، علشان لما تدخليها الفرن الجبن تسيح واللي جوه يبقى سايح وتمام وزي الفل، تبداي تطلعيها جبن من فوق والحشوه بتاع حضرتك من جوه هتطلع معاكي زي الفل. وتسلم ايديكي وصحتين وعافيه على قلبك. يلا يا احمد ماشي نطلع فاصل، الفراخ بتاعتنا والبطاطس في الفرن، هنرجع من الفاصل. مخليه احمد بيعمل لنا، لو عرف ان في وقت في حلقتنا كنت انا عملت الرز، بس خليت احمد عمله بره علشان نقدمه جنب صينيه الفراخ وصينيه البطاطس بتاعتنا، ونرجع نشوف عندنا ايه بعد الفاصل. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. اوكي ورجعنا من الفاصل. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي كنت بعمل ايه علشان مكالمتنا اللي جت من حبيبتنا اللي اتكلمت عن عرض ريجينكس وعرض العيد ميلاد، فانا قلت لكم ان انا امبارح او امبارح اللي هو يوم السبت كنت ملاحظه ان في ناس عماله تسال على العرض تاني، وهم فعلا في الشركه كانوا قالوا لهم ان هو كان يوم واحد بس.
فشايفه رسائل كتير قوي عايزه العرض يتكرر. وحبيبتنا اللي اتصلت النهارده يعني هي لمست قلبي في كلمه كده ما كانش ينفع ان انا اعديها، قالت لي معروف عنك ان انت بتجبري الخاطر، فانا ما ينفعش ان هي تقول لي كلمه زي دي وانا اكسر بخاطرها، وما ينفعش ان انا انفذ لها اللي هي عايزاه. فبناء على طلب حبيبتنا اللي كلمتني النهارده وطلب، وبناء على طلب حبايبنا اللي بعتوا لنا كتير على الصفحه والشركه قالت لهم ده هو كان عرض عيد ميلاد لونا يوم واحد بس ومش هيتكرر تاني، فانا كنت لسه عماله اتكلم معاهم على الواتساب. والموضوع كان ساعتها كان جاي يعني هم عاملينه عشان عيد ميلادي فكتر خيرهم، فكانوا مضحيين قوي يعني كانوا عايزين يفرحوا كل حبايبنا، فما ينفعش ان هم برضو كانوا يكسروا بخاطري انا النهارده لما اطلب منهم حاجه زي دي. وعلشان كده قررنا العرض تاني، قررنا العرض تاني. العرض اللي هو كان عباره عن ايه؟ بسم الله. كان العرض عبارة عن ايه؟ واحد غسول، واحد بشرة، واحد سيرم، واحد كريم هاليت. شايفين دول ايه؟ اربع عبوات اهم. نعمل كده علشان الاسم بتاع ريجينكس ينور اكتر ما هو منور معانا كده اهو. الاربع عبوات دول ايه يعني يا نونا؟ طب ما هو ده احنا ما شفناش اصلا عرض عيد ميلادك ايه، كانوا هما الاربع عبوات دول يعني، طب ايه المشكله فيهم؟ لا المشكله فيهم ايه؟ ان اللي هيطلب النهارده والعرض ده يوم واحد ده علشان خاطر حبايبنا اللي ما لحقوهوش المره اللي فاتت، ما لحقوهوش يوم الخميس. العرض ده اللي هيطلبه دلوقتي هياخد عليه عرض تاني هديه، هياخد عليه عرض تاني هديه. اسمها ايه يا رغده اللي كلمتك؟ شيماء. شيماء اللي كلمت رغده في والمكالمة قطعت رجعت كلمتها تاني، وكان عندها سبب وجيه جدا ان هي تطلبه. هي مش طلبته وما رحلهاش، لا هي طلبته وعايزه تاني. عايزه تاني ليه؟ لان هي ده تالت عرض تجربه من ريجينكس. جربت عرض واتنين وكانت عروض مختلفة، بس لما لقت ده والنتيجة بتاعتهم مضمونة مليون المية، بس لما جال العرض ده هما بيت عيلة ما شاء الله عليهم ربنا يزيد ويبارك، بقوا يجيبوا ويقسموا السعر مع بعض وكل واحده تاخد عرض، لان هو عرض وعليه عرض هديه، عرض وعليه عرض هديه. تعالوا كده نبص نطلب العرض ده ازاي ونكتب برضو عليه عرض عيد ميلاد نونا. يعني اليومين اللي فاتوا اللي كان بيكتب عرض عيد ميلاد نونا كانت الشركه بترد عليه تقول له لا والله يا فندم كان عرض وخلص. لكن النهارده لما تكتبي في الكومنتات او تكتبي في الرسائل انك عايزه عرض عيد ميلاد نونا هيطلعوا لك العرض. تعالوا نعمل كده، نفتح الكيو ار معانا، ادي اللينك اهو. طيب ماشي تاني. بسم الله. معرفش والله ده الناس دي اول يوم دراسه في غزه، هو ده ليه 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 بيفكرونا بالواقع الاليم؟ ليه ليه ده احنا فرحنا ان المدارس اتاجلت. ادي الكيو ار اهو، وادي اللينك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. مش لاقي حاجه خشب امسكها غير بتاعه المناديل. الرسائل عماله تيجي فوق عايزين عرض عيد ميلاد نونا. والله العظيم انا عايزه اقول لكم ناس كتير جدا طلبوه وفعلا كان خلص. ادي صفحه ريجينكس لما بندخل لها على الكيو ار، عليها واتساب وعليها ماسنجر، وادي العرض اهو. ادي العرض اهو، بسم الله ما شاء الله، هو لسه نازل البوست والكومنتات عليه ما شاء الله. ايه الله اكبر. ونشوف عرض عيد ميلاد نونا اللي هيتكرر تاني ايه. الرسائل فوق اهي، مديحه ياسين لو سمحتي عرض عيد ميلاد الشيف نونا ولكم جزيل الشكر، يعني اللهم بارك. بصوا بقى العرض بيقول ايه، عشان ريجينكس دايما معاكي وسامعاكي رجعنا لك عرض عيد ميلاد الشيف نونا تاني لمده يوم واحد بس، الحقي بس واحجزي العرض قبل ما يفوتك تاني. العرض هو ايه؟ كريم جسم، كريم بشره، لا مفيش كريم جسم، لا العرض كان عبارة عن غسول وكريم بشرة وسيرم وكريم هالات، وهتاخدي عرض زيه بالظبط ببلاش، يعني هتطلبي أربع منتجات من ريجينكس هيوصل لك تمانية، عشان إحنا أقوى شركة منتجات طبيعية 100% في مصر والوطن العربي. وآدي العرض، غسول بشرة سيرم هالات، آدي صورة العرض أهي، تكتبي تحتيه على طول إنك عايزة عرض الشيف عرض عيد الميلاد، وادي ارقام التليفونات اهي بعدها على طول. نعمل كده اهي، تسجليها عندك او تستسلي بيهم على طول
بسرعه 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 تطلبي على الواتساب عندهم هيوصلك العرض لحد باب البيت. وادي العرض قدامنا اهو. تسلمي يا جيمي. غسول بشره سيرم هالات. والنهارده العرض لمده يوم واحد، يعني اللي ملحقش يوم الخميس وقعد جمعه وسبت وحد يطلب ان العرض يتكرر تاني، وهم كان ردهم الوحيد عليهم ان العرض خلص، كان عرض لمده يوم واحد وخلص. لا يا جماعه، العرض موجود، العرض اهو موجود النهارده، العرض متكرر لمده يوم واحد. تطلبي اربعه يجي لك ثمانيه، واللي عندنا مش هتلاقيه عند اي حد. وتعالى يا احمد بص، غسول بشره سيرم كريم هلال. غسول 3 في 1 ومش قادره اقول لكم نتيجته عامله ازاي، الله اكبر اللهم بارك. كريم البشره حدث ولا حرج، تجاعيد بيشيل، شد بشره، رطوبه للبشره وطراوه، حاجه كده في منتهى الجمال. سيرم سلاسل من ذهب، سواد السنين، كلف، غمقان في مناطق في الجسم معينه، مطرح الكلف بتاع الحمل وسواد في عند منطقه الصدر ومنطقه القفا، كل ده بيتشال. وكريم الهالات انسي معاه عينين الباندا. ادي العرض بتاعنا اهو. العرض هتاخديه يجيلك 8، العرض 4 يجيلك 8. عرض عيد ميلاد نونا تاني يا احمد تاني، واتمنى ان كل اللي كانوا عايزينه يبقوا صاحيين دلوقتي علشان يطلبوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن الله هو اكبر عليه. بص كده، انا في الفاصل على فكره عملت الخليط بتاع الصلصه والخل وحبه زيت ورشه ملح ورشه فلفل اسود، ودهنت بيهم الوش، وهسيبها تكمل التسويه بتاعتها. يا سلام بقى لو عندك حبه كاتشب بدهنيهم من غير كل الخليط ده. طيب هنا ابراهيم، عرض عيد ميلاد الشيف نونا بكام؟ ما شاء الله الرسائل عماله تيجي ورا بعضها. اتمنى 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 ان كل اللي كانوا طالبين العرض والشركه قالت لهم ان هو خلص يكونوا شايفين حلقه دلوقتي او يلحقوا يطلبوه النهارده قبل ما يخلص، لان هو النهارده وبس، النهارده وبس. وعرض زي ده من الصعب ان هو يتكرر تاني، بس عشان خاطر عيونكم ما كانش ينفع ان انا اقول لكم لا. طيب ادي الكاميرا بتاعت الموبايل، نفتح كده ونقرب، وادي اللينك اللي ظهر يدخلنا على طول على صفحه ريجينكس، فيها واتساب وفيها ماسنجر ممكن نطلب عليها على طول. نمشي خطوتين، الله هو اكبر اللهم بارك، الله هو اكبر الله هو اكبر. العرض بتاعنا اهي، وادي صوره العرض، غسول بشره كريم هالات سيرم. الكومنتات كل اللي مطلوب من حضرتك تكتبي في الكومنت انك عايزه عرض عيد ميلاد نونا. نعمل كده ونفتح على الارقام، نسيبها دقيقه كده يا احمد نقرب عليها معلش لو سمحت. ادي اهو، لا نقرب على الارقام مش عليا. ادي الارقام اهي، نبدا ان احنا ندخل على الواتساب او نطلبهم على التليفون نتواصل معاهم، ولو لقينا في ضغط على التليفون نبعت على الماسنجر بتاع الرساله على طول، او تكتبي في الكومنت ان انت عايزه عرض عيد ميلاد نونا، وهم في ساعتها يخشوا على الرسائل. بس في خلوا بالكم ان في ناس بتكتب في الكومنت ان هي عايزه العرض، بيدخلوا يكلموها في الرسائل، انتوا تبقوا قافلين الرسائل ما بتبقوش شايفين اللي بيكلمكم، فخلوا بالكم من حاجه زي دي. عرض النهارده مش محتاجه ان انا اتكلم عليه كتير لانه عرض مطلوب، عرض انا مش طالعه بعرض جديد، انا طالعه بعرض انتوا اللي طالبينه، فانا مش هتكلم عنه كتير. لما تطلبي اربع عبوات يجولك 8 يبقى انت كده الكسبانه. لما يجيلك عرض النهارده بالشكل ده وتاخدي عليه عرض هديه يبقى انت الكسبانه. لما تكونوا اتنين في البيت، اتنين اخوات، اتنين اصحاب، اتنين قرايب، حتى لو اتنين في محافظه واحده، اكتبي كده في الكومنتات لو انت في محافظه ومفيش حد ياخد معاكي العرض او مش هتقسميه مع حد، اكتبي يا جماعه انا من محافظه اسكندريه، من محافظه المنوفيه، ايا كان محافظتك ايه، اكتبي انا من محافظه كذا لو في حد يقسم معايا العرض. هتطلبي هيجي لك العرض، هتقسموا ثمن العرض مع بعض، وانت هتاخدي عرض وهي هتاخد عرض. وارجع واقول من تاني، عرض وعليه عرض هديه. ومش هيتكرر تاني. مش هيتكرر تاني. نفتح كده يا احمد تاني علشان نشوف مع كل فتح كيو ار بنشوف عدد من الكومنتات بيزيد، ومعنى ان في عدد من الكومنتات بتزيد يبقى معنى كده ان في منتجات من دي بتقل.
يعني ممكن في أي لحظة حتى لو اليوم ما خلص حضرتك تتصلي تحجزي عرض عيد ميلاد نونا، يقول لك لا معلش يا فندم والله الكريم الهالات خلص، لا يا فندم في عرض تاني أصل السيرم خلص، لا معلش يا فندم أصل العرض اتغير علشان الغسول خلص أو كريم البشرة خلص. فهنيجي دلوقتي نفتح الكيو ار كده ونشوف الكومنتات وصلت لكام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا الحلقه او اول ما فتحت الكيو ار كانت 33، طلعنا ودخلنا بقت 118. الله اكبر اللهم بارك. طلعنا وهندخل دلوقتي وتعالوا نشوف الكومنتات بقت كام. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي كاميرا الموبايل وادي الكيو ار، وندوس على اللينك اللي بيظهر قدامنا يدخلنا على طول على صفحة ريجينكس. انا معرفش الكومنتات اللي موجودة قد ايه، بس قبل ما اخرج كانت 118. تعالوا دلوقتي نشوف وصلت ليه. ادي واتساب وادي ماسنجر تواصلوا بيه وادي الكومنت. الله اكبر الله اكبر. خرجنا كانت 118 رجعنا بقت 161. الله اكبر اللهم بارك. ولا سحر ولا شعوذة، واكيد مش انا اللي داخلة كاتبة الكومنتات دي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. 161 كومنت في ايه؟ احنا ايه؟ ما كملناش الربع ساعة حتى. الله أكبر اللهم بارك، لأن الناس اللي دخلت تطلب الأوردر دي ناس عارفة هي بتعمل ايه كويس. طيب نعمل كده وندخل على الأرقام. آدي أرقام التواصل مع ريجينكس، ممكن تطلبيهم دلوقتي. هتلاقي رسالة صوتية، ومش معنى إنك تلاقي رسالة صوتية يبقى سعر الدقيقة غالي، لا ده سعر الدقيقة بسعر المكالمة العادية. او تدخلي على الواتساب على الارقام دي تطلبي الاوردر. وارجع واقول اوردر النهارده او عرض النهارده اسمه ايه؟ اسمه عرض عيد ميلاد نونا علشان مش هيتكرر. شايفين دول؟ اربعه هيجي لكم ثمانيه. اللي هيطلب الاربعه هيجي لهم ثمانيه، اللي هيطلب عرض هياخد عليه عرض هديه. اللي هيطلب عرض هياخد عليه عرض هديه. وده مش هيتكرر تاني واتعمل تاني النهارده علشان خاطر عيونكم وبس. بصراحة حابة حتة إن أنا أدخل وأخرج ديت أشوف الكومنتات، أنا عارفة يعني ربنا يستر ما يحصل لناش حاجة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل على الكيو آر وآدي اللينك. كان قبل ما نخرج كانوا كام؟ 161. طيب تعالوا نشوف دلوقتي بقوا كام. آدي الصفحة واتساب وآدي ماسنجر. الله اكبر الله اكبر. عارفه ان جالي حاجه النهارده. قبل ما نخرج في الدقيقه دي كانوا 161، ده رجعنا بقوا كام؟ بقوا 191. ما شاء الله الله اكبر، بنزيد بال 30 مره. لا ازاي ممكن يكون في ضغط؟ دي بتبقى رساله مسجله في 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 اسمها ايه؟ في حد اتصل في الكنترول دلوقتي وقالت ان هي عماله تتصل على ارقام ومفيش حد بيرد عليها. استحاله، ممكن تكوني حضرتك على الانتظار او في ضغط مكالمات علشان كده مش عارفه توصلي لهم. ابعتي على الواتساب او ابعتي على الرسائل، ابعتي على الواتساب او على الرسائل. الارقام تاني اهي يا احمد، الارقام تاني اهي، الارقام تاني اهي، عليها واتساب وممكن تتصلي بيها تطلبي على الواتساب او تطلبيهم يكلموكي وتطلبي الاوردر. ادي الارقام بتاعتهم اهي. طيب نرجع ونقول تاني الله اكبر علينا الله اكبر علينا الله اكبر علينا. عرض النهارده عيد ميلاد نونا ما يتفوتش. عرض النهارده بتطلبي اربعه بيجي لك ثمانيه، اربعه بيجي لك ثمانيه. عرض وعليه عرض هديه، عرض وعليه عرض هديه علشان خاطر عيونكم. حابه قوي موضوع ان انا ادخل واخرج، انا عارفه هيجرى لي حاجه والله العظيم، لو جرى لي حاجه اسالوا عليا. ندخل كده تاني على الكيو ار. الله اكبر اللهم احفظنا يا رب. بصوا كده ادي الكيو ار قدامنا وادي اللينك. نفتح كده ندخل على صفحه ريجينكس. كملنا دقيقه ما كملناش دقيقه، احنا عايزين نتبخر بعد الهوا. ادي الصفحه بتاعتنا اهي، وادي الواتساب وادي الماسنجر. نمشي كده خطوة. والله بص صورة العرض اهي. كنا قبل ما نخرج كام؟ 191. الله أكبر عليك يا محمد إبراهيم. نفتح كده شوية يا أحمد. 243 زدنا إيه بال 50؟ أو أزد من ال 50 كمان؟ الله أكبر الله أكبر اللهم بارك الله أكبر اللهم بارك. كام؟ 5 و5؟ زدنا بال 55.
كم؟ 54 زدنا 54، مجرد ما خرجنا ودخلنا زدنا بال 54، قبلها كنا زايدين بال 30. الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك. وادي الارقام اهي، ادي الارقام اهي. وارجع واقول تاني، معنى ان الكومنتات بتزيد الله اكبر بالشكل ده، معنى ان فرصتك انك تاخدي العرض بتاع النهارده بتقل. انك تاخدي اربعه وعليهم اربعه كمان زيهم، فرصتك بتقل. في اي لحظه هتتصلي بالشركه هم مش هيقولوا لك العرض انتهى، لا هو ما لحقش اصلا ينتهي، احنا لسه في وقت الحلقه. في الفقره بتاعت ريجينكس اللي هي اصلا كلها على بعض قد كده قد كده. فتخيلوا ان احنا في الفتره قد دي. الله اكبر، بصوا كام اوردر. الله اكبر، اللهم بارك، ربنا يحفظنا يا رب من كل عين. العرض ما يتفوتش، ممكن تتصلي بيهم تقول لك لا يا فندم اليوم لسه ما خلصتش، بس العرض هو اللي خلص. المكونات هي اللي مش موجوده، المنتجات هي اللي مش موجوده. الهالات خلصت، لا السيرم خلصت، لا كريم البشره هو اللي مش موجود، لا الغسول هو اللي خلص. حضرتك عايزه تحجزي بقى معانا ويوصل لك بعدها مثلا بفتره لحد المنتجات ما تيجي اللي يعجبك. فعلى حسب ما انت عايزه. اخر مره يا احمد والنبي عشان نشوف زدنا بقد ايه. اخر مره، اخر مره. هنطلعه بعد ما نشوف اخر مره. الرسائل الله اكبر علينا. نعمل كده او ده بقى اللي تغني له ايه، وسع وسع بتاعت احمد سعد. ادي اللينك بتاعنا اهي، بتاعنا اهو قصدي، ادي الواتساب وادي الماسنجر، ونمشي خطوه. يا لهوي علينا. كان كام يا محمد ابراهيم؟ كان 243. انت وقع منك يا سيجمان. كنا 243، لما نوصل دلوقتي ونبقى 285، الله هو اكبر علينا، الله هو اكبر علينا، الله هو اكبر علينا. ونرجع ندخل على الارقام. انا خايفه انا اللي احسد نفسي، والله والله خايفه انا اللي احسد نفسي. ادي الارقام بتاعتنا هي عليها واتساب، ندخل دلوقتي نطلب عرض النهارده ونكتب عرض عيد ميلاد نونا، علشان لو خلص العرض انا مش مسؤوله. لو خلص عرض عيد ميلاد نونا انا مش مسؤوله. تعالى نطلع الفراخ بتاعتنا وصحتين وعافيه على قلب اللي هياكل. ودي كانت حلقتنا النهارده، حلقه سريعه في سريع، بسم الله، حلقه سريعه وعرض سريع، ومش عارفه اذا كان هيكمل معانا لاخر اليوم ولا لا. مش عارفه اذا كان هيكمل معانا لاخر اليوم ولا لا. عندكم يا رب الخير كله، يكتب لكم كل خير وكل سعاده، اللهم امين. حلقتنا النهارده كانت سريعه وسهله وبسيطه في نفس الوقت. عملنا فيها زي ما انتم شايفين كده صينيه بطاطس، وعملنا فيها صينيه فراخ، حاجه كده بسم الله ما شاء الله عليهم وعلى طعمهم. جربيهم مش هتبطلي تعمليهم بعد كده. عرضنا النهارده عرض وعليه عرض هديه، وعرض مش هيتكرر تاني، علشان انتوا كمان ناس ما تتكرروش، والغالي دايما ليكوا يرخص لكم. حلقتنا النهارده كانت حلوه وممتعه وخفيفه على قلبي، واتمنى ان هي تكون كمان خفيفه على قلبكم. اسيبكم بقى في حفظ الله، ويتجدد لقائنا بكره مع حلقه جديده من بلد يوكل، اقوى برنامج طبخ على اقوى قناه طبخه في مصر، بي ان سي فود، قويه بيكم وليكم. اسيبكم بخير واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم.